السلام عليكم، أسعد الله صباحك بكل خير أختي. يسعد صباحك يا رب العالمين. إكرام، حابين أتعرف معك في البداية على ما الذي يهدد صحتنا النفسية في ظل انتشار جائحة كورونا. يمكن واحد يقدر يقضي وقته داخل البيت عند الأسرة أو حتى للألعاب الإلكترونية. أولاً أريد أشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج، ويعني شاكرة لهذا التواصل. بطبيعة الحال أختي، جائحة كورونا من الطبيعي أن تسبب الخوف والقلق، ولكن هذه المخاوف قد تكون بالمستوى المطلوب أن يتمتع به الأفراد، بمستوى يجعله يلتزم بهذه التعليمات والقوانين حتى يتجنب أضرار هذا الفيروس، ولكن هناك مستوى آخر من الخوف والقلق قد يؤثر على حياة الفرد، يؤثر على علاقاته، يؤثر على إنتاجه في المجتمع، وهذا هو القلق أو الخوف الغير مرغوب به. بداية الصحة النفسية مهمة طبعا جدا جدا، وتؤثر أيضا على الصحة الجسدية، فكلما تمتع الفرد بصحة نفسية عالية تمتع بصحة جسدية عالية، فسبحان الله يعني العلاقة فيما بينهم لا يمكن فصلها، فهذا أمر مهم. والصحة النفسية هو يعني مستوى الشعور بالرضا والعافية، وتعكس مدى التكيف العاطفي والسلوكي لدى الفرد. باختصار يعني لو عرفناها، هي قدرة الفرد على الاستمتاع بالحياة وقدرته أيضا على الإنتاج في المجتمع. أزمة فيروس كورونا أختي أصبحت وباء عالمي، يعني نتعامل معه، فالتعاون المجتمعي والمسؤولية المشتركة بين الأفراد بحول الله ستجعل الأفراد يتقاسموا هذا الخوف، يتقاسموا هذا الألم بالمشاركة بالمسؤولية، وفي نفس الوقت هذا الالتزام وهذه المشاركة والمسؤولية تجعلهم أيضا يشعروا بالإنجاز والفخر بطريقة تعدي هذه الأزمة. فمهم جدا أن يتمتع الأفراد بالصحة النفسية حتى يحافظوا على صحتهم الجسدية. بالضبط. طيب يعني انت مثل ما ذكرتي قبل شوي، نحن يعني كنا ايضا كمجتمع واحد نحاول قدر الامكان نتخطى هذه الازمه، ولكن اذا يجينا على الحاله النفسيه يعني اكرام، الواحد ينتظر يعني بكل لهفه، يعني يحب يعرف ايش هي اخر الاخبار عن فيروس كورونا، يعني بلهفه انه يترين الارقام منها يعني تتقلص، او حتى ان الارقام تصل الى رقم الصفر، ولكن البعض يتفاجأ بالارقام انها ارتفعت. هذا ممكن ايضا راح يأثر على الحالة النفسية، فكيف نحن اليوم ممكن نتخطى هذا الوضع؟ معك حق أختي، أولا لازم ناخذها قاعدة، الخوف لا يمنع الموت، ولكنه بالفعل يمنع الاستمتاع بالحياة، فنحن لازم يكون تركيزنا أكثر بنظرة تفاؤلية على أن هذه الأحداث بإذن الله مؤقتة وقادرين على تخطيها. فهذا أمر جدا مهم أختي، أن نتبع بعض التقنيات اللي ممكن يعني تعيننا على التغلب على هذا القلق، التغلب على هذا الخوف. في تقنيات يعني نشرحها للأفراد تساعدهم على تخطي هذه المخاوف. طيب يعني هل أن الواحد مثلا إكرام أنه يحاول قدر الإمكان يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى فعلا أنه يبتعد اليوم عن الخوف؟ مواقع التواصل الاجتماعي أختي سلاح ذو حدين، فيها المفيد وفيها غير ذلك. حسب الإحصائيات تقريبا 49% من سكان العالم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلب الأشخاص سلوك صار معاهم معتاد، أول ما يقوموا عند الاستيقاظ من النوم يتصفحوا هواتفهم، فتخيل الشعور لما يعني يستقبلوا أخبار مزعجة، وقد تكون أغلب هذه الأخبار هي شائعات. عشان كذا نحن ننصح أني يجب التقنين من متابعة أخبار فيروس كورونا، ويجب كذلك أن يعني أن نستقصي هذه الأخبار من مصادر موثوقة، ونحدد أوقات معينة نتابع فيها الأخبار، لا نجعل يومنا كامل نحن فقط نتابع هذه الأخبار. بطبيعة الحال الشائعات بتكون يعني سبب في ارتفاع نسبة القلق والخوف لدى الأغلب، وفي أشخاص أختي من الأساس لديهم استعداد نفسي للاضطرابات النفسية، من الأساس عندهم مخاوف مرضية أو غيرها من المشاكل والضغوطات النفسية. ارتفاع نسبة الخوف بسبب هذه الشائعات اللي يتم تداولها تزيد معاهم، فيصيروا في مشكلة أكثر حدة، وهذا أمر يعني ينهى عنه ديننا الإسلامي، بشروا ولا تنفروا. وأيضا البعض يعني اللي ينشر الشائعات قد يكون سبب في أن الأشخاص ما يتبعوا التعليمات، لأن تصير عندهم
يعني عدم إدراك الحقيقة وين. فأمر مهم إن نحنا نستقصي الأخبار من مصادر موثوقة ونتابعها. بالضبط، وخاصة من خلال هذه الفترة يعني يقدر أسميهم بين قوسين الذباب الإلكتروني اللي ينشرون الشائعات وينشرون أيضا الخوف والذعر في قلوب الجميع. أيضا إذا ينا على الجانب النفسي إكرام خاص للأسر المصابين بكورونا، يا ترى كيف يتم اليوم تأهيل المصابين لأنفسهم، أيضا كيف يتم إعادتهم إلى المجتمع؟ سؤال جدا رائع أختي. طبعا من المهم تأهيل المصابين نفسيا ودمجهم في المجتمع بشكل سليم. الهدف من إعادة التأهيل النفسي للمصابين هو إعادة تأهيلهم ودمج الأشخاص بعد الإصابة بالفيروس في المجتمع، ومثل يعني ما تحسين جودة الحياة لديهم. أيضا من ضمن النقاط من المهم أن يشارك أفراد أسرة الشخص المتعافي والأشخاص المرتبط بهم عاطفيا، مثلا الأصدقاء الأقارب الزملاء في العمل، بعملية هذه التأهيل وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم. فضل من الله أختي حملة سكون وسكينة لبث الطمأنينة التي أطلقها مركز حياة، من ضمن أهدافها هو تأهيل المصابين ودمجهم في المجتمع عن طريق إذكاء الوعي لديهم في كيفية التعامل مع مشاعرهم وكيفية مواجهة المجتمع بعد التعافي. لأن للأسف قد يواجه المتعافي التنمر من بعض أفراد المجتمع بعبارات مزعجة، ممكن حتى تكون بنبذ هذول الأفراد حتى بعد التعافي، وهذا بطبيعة الحال أختي يسبب أذى نفسي يعني كبير للمتعافين. فنقدم لهم جلسات توعوية، يعني نقترح عليهم بعض التقنيات اللي تساعدهم على التأهيل. ومن ضمن أيضا الأعمال اللي قمنا فيها حول هذا الجانب هو إعداد الدليل العملي للدعم النفسي للتعامل مع الوضع الاستثنائي لتفشي فيروس كورونا المستجد. وفي نقطة جدا مهمة أختي، يعني التنمر ضد المتعافين من فيروس كورونا، يجب أن أختي في صوت، لا عادي كملي صوتك واضح. يجب أن نستشعر أولا، مهم أن نستشعر أن هذول المتعافين هم أمل الإنسانية، لأن تلقائيا أجسامهم كونت مضاد يعني طبيعي ضد المرض، فبإذن الله قد يكون من عندهم استخراج هذا المضاد. يجب حتى أن نحن ننظر للمتعافي على أنه هو بطل مقاوم وفي دمه بإذن الله أمل النجاة، فما ننظر لهم على أنهم هم يعني منبوذين أو أنهم أصابهم مرض وممكن نحن نتأذى معها. علينا حقيقي أن ننظر للمتعافين ونتعامل معهم بإنسانية وتعاطف، ومن ثم ننظر لهم على أن بإذن الله قد يكون الحل والعلاج ضد هذا الفيروس عن طريقهم. وطبعا بالتأكيد أختي يعني لا ننسى أوامر ديننا الحنيف في هكذا حالات، يعني في النبذ المتعافي والتنمر عليه يا لا يمد ديننا الحنيف بصلة ولا لأخلاقنا أيضا. فهذه نقطة ضروري أن نحن ننتبه لها، نساعد المتعافين على عملية الدمج في المجتمع. بالضبط، يعني خاصة إذا كان الشخص اليوم مصاب إكرام، فتحسي أن المعلومات تداول عنه ما بين الجيران، والله فلان اليوم مصاب وحاول قدر الإمكان أنك أنت اليوم تبتعد عنه. طيب هو اليوم مثلا مصاب لكن يقدر أنه هو اليوم يتعالج، فالمفروض يكون على يد وحدة. معك حق، وكثير من الحالات راجعتنا في المركز يعني صارت لديهم ضغوطات نفسية بسبب هذا النبذ وهذا التنمر، يعني كثير من الحالات. وقد يكون كذا، يعني في بعض الأشخاص اللي يكونوا ضد الفكرة، إني ما يستقبل الفكرة ولا يتقبلها، إني لا في مجتمعنا ما في هذا. فحتى نوجه لهم سؤال، إذا جارك مصاب وتعافى هل بسهولة تستقبله في زيارة أو في لقاء؟ البعض يقول لا أنا أرفض، أنا أخاف إني ما زال محتفظ بالفيروس، أنا أخاف إني يسبب لي عدوى. وحتى في حالات يعني راجعتنا في المركز أطفال تم ممارسة التنمر عليهم من قبل أطفال الجيران، يعني بعبارات أنت مصاب أنت كذا. فهذه نقطة مهم إن نحن ننقض عليها. بالضبط، وعاد الحالة النفسية لدى الأطفال دائما تكون مختلفة تماما إكرام. طيب يعني الكبير في السن ممكن يتحمل هذا الكلام، ممكن أيضا يكبت في داخله، ولكن الطفل يعني يمكن بالنسبة للموضوع جدا صعب. صحيح أختي، الطفل ما بسهولة يتقبل، يعني ومتوقع حسب الإحصائيات إن يعني
خلال الفترة القادمة بتكون ارتفاع نسبة يعني الاضطرابات لدى الأطفال بسبب مخاوف فيروس كورونا. بالضبط. طيب نحن عرفنا إكرام يعني الإجراءات الاحترازية اللي ممكن أن الواحد من خلالها يقي نفسه من فيروس كورونا، مثل التباعد الاجتماعي، مثل أيضا لبس الكمامات، أيضا الضوابط المختلفة، ولكن من الناحية النفسية نحن اليوم ما كيف نتعامل مع مخاوف الأطفال، كيف أيضا يعني نثقف الأولاد أو حتى الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس؟ الأطفال أختي من المهم جدا أن نهتم ونعتني فيهم نفسيا. لازم أولا من ضمن الأشياء اللي ممكن نعملها مع الأطفال الحرص على عدم يعني على عدم تغيير روتين الأطفال. الأطفال بطبيعتهم روتينيين، خلال هذه الجلسة والالتزام بجلسة البيت لازم الأطفال يعني يكون بطبيعتهم عدم تغيير وقت نومهم أو وجباتهم أو أيضا وقت التسلية. نعم. وأيضا كونوا على حرص بإبقاء أطفالكم قريبين منكم وأيضا من أفراد العائلة، الجد، الأهل اللي معتادين على رؤيتهم عن طريق يعني الاتصال المرئي وغيره. ضروري أن يعني أن نعتني بأطفالنا واحتوائهم عاطفيا ونقدم لهم الحب والتواصل الفعال بشكل إيجابي. وأيضا يعني ننصح بابتكار طرق للاستمتاع مع أطفالنا، مثلا نقرأ معاهم قراءة كتاب ممتع أو لعبة أو مشاهدة برنامج أو تدبر آيات قرآنية أو حتى الاعتناء بالنباتات وغيرها من البرامج الكثيرة اللي تشتت مخاوف الأطفال. فلازم نركز هذا. أيضا أختي يعني من المهم البعض يغفل أن يخوض حوار إيجابي حول الفيروس مع أطفاله. ضروري أن نعطي أطفالنا معلومات مطمئنة حول الفيروس يعني ونتجنب أن نحن نظهر مخاوفنا أمامهم، لأن البعض من الأطفال يبلع هذه المخاوف لا يتكلم عنها. فلما أنا أجي وأعطيه قرعة من الطمأنينة وأعطيه معلومات أن الحمد لله أطمنك اليوم يعني عدد نسبة المتعافين كذا، في الحمد لله دول تعافت من الفيروس، قد يكون دولة الفلانية وجدت اللقاح، هذه المعلومات تشعر الطفل بالإطمئنان. فمثل ما يعني يشعر بالخوف ضروري أن نغذي هذا الجانب معاه. وأيضا للأطفال اللي يتكلموا عن مخاوفهم من المهم أختي الاستماع لمخاوفهم يعني ونعطيهم الاهتمام ونعطيهم الوقت للاستماع لهذه المخاوف ونناقشها معاهم بشكل مناسب. وضروري يعني البعض يخطئ لما يريد يوعي طفله بالالتزام يقوم بنقل المعلومات بشكل مخيف، غلط. لازم نزودهم بالمعلومات عن طريق استخدام يعني أنشطة معينة، مثل قصة أو أنشطة سهلة سهلة الفهم عليهم وعلى إدراكهم حسب أعمارهم. طبعا ممكن عن طريق اللعب، ممكن عن طريق الرسم التوضيحي اللي يشرح لهم عن الفيروس وعن كيف ممكن الوقاية منه وكيف لازم نلتزم. ناخذ طريقة حسب إدراك الطفل وعمره، يعني حسب بالفعل حسب الدراسات متوقع ارتفاع اضطرابات الأطفال، وهي نقطة ضروري نحن يعني نهتم فيها ونهتم بأطفالنا، لأن هم كأطفال إدراكهم ما يسمح لهم يعني يضعوا حد لهذه المخاوف، والمعلومات اللي معهم حول الفيروس ما يقدروا يواجهوا فيها المخاوف بعكس نحن. فمهم أن نحن يعني نتخاطب مع هذه المخاوف ونتعامل معها. بالضبط. ونحن اليوم قادرين أيضا إكرام نتحكم في الموضوع. طبعا طبعا أختي نحن قادرين، وأيضا نحن قادرين على التعامل مع مخاوفنا. ضروري يعني نركز على الأشياء اللي نحن قادرين نسيطر عليها، وضروري أن يعني نركز على ممارسة بعض الممارسات مثلا الرياضة، الوجبات الصحية، الكثرة من شرب الماء. ضروري كذلك أختي أن نمارس هواية معينة، المشغول لا يشغل. ضروري أن يكون أوقاتنا دائما يعني تكون فيها برنامج معين نحن نتبعه، ما تكون بعشوائية. وأيضا يعني من المهم الابتعاد عن الأخبار المزعجة، من المهم أن يكون حديثنا سواء أمام أطفالنا أو فيما بيننا كل الوقت يكون متداول عن هذا الفيروس. هذا الشيء يسبب ضغط في الحياة، وبدينا نلمس هذه الضغوطات على الأفراد حاليا. نحن كأخصائيين يعني مهم أن نحن نركز على هذا الشيء. لازم نتبع هذه التقنيات اللي تعيننا على التعامل مع هذه الضغوطات النفسية الناجمة من هذا الفيروس.
بالضبط. يعني هذه الفترة يمكن بالنسبة للأغلب أو حتى بالنسبة للجميع هي فترة صعبة، يعني إكرام فترة الفيروس طولت شوي، مدة 3 أشهر أو زيادة، فهني طبيعي أن الواحد راح يمر بضغوطات نفسية. لكن مثل ما ذكرتي الواحد داخل البيت ممكن أنه يشغل نفسه بالهوايات، أيضا ممكن حتى يتابع المسلسلات الخليجية أو حتى العمانية مع أفراد الأسرة. أنت بنفسك ممكن اليوم تقدر تصنع جو مختلف تماما داخل المنزل. معك حق أختي، كثيرة هي التقنيات اللي ممكن نتبعها تساعدنا على التعامل مع هذه المخاوف، وأنا أعرف أن المدة قد تكون يعني طولت، ولكن يقينا بإذن الله هذه الأزمة سوف تنجلي بحول الله، وهي مؤقتة مثل باقي الأوبئة، يعني ابتدأت وتضخمت والحمد لله تقلصت بحول الله. هذا هو لازم تكون نظرتنا أكثر تفاؤلية تجاه هذا الحدث، لازم حتى نبحث عن الإيجابيات في هذه الأزمة. كثيرة هي الإيجابيات الحمد لله في علاقتنا مع أسرنا، في اكتشافنا لذاتنا، في اكتشافنا كثير من الوقت كان يهدر، فهاي الأمور أعادت ترتيب ونظرتنا للأحداث من حولنا. بالضبط. يعني إكرام أمانة أنا سعدت من خلال هذا الحديث عن كيف ممكن إحنا اليوم نرفع المناعة النفسية من خلال أزمة فيروس كورونا، والأغلب والكثير يعني عاش مرحلة صعبة. إذن إكرام، إذا في كلمة أخيرة حاب أنك توجهينا عبر أثير إذاعة الشبيبة، في الكلمة معك. الله يعطيك العافية أختي. أولا أشكركم مرة أخرى لاستضافتكم لي في هذا البرنامج الأكثر من رائع، وشكرا لحكومتنا الرشيدة على كل الجهود العظيمة التي تبذلها لمكافحة هذا الوباء، شكرا للفرق الطبية والأمنية في كل مواقعهم، حقيقة يعني بحقهم قلب الوطن النابض على هذا المجهود اللي يبذلوه، الله يعطيهم العافية. أيضا شكرا لكل من التزم بالإجراءات الاحترازية، كلنا اليوم نخدم الوطن والمجتمع، الكل يؤدي واجبه بطريقة ما، والحمد لله كثير من الأشخاص أبرزوا هذا الشيء. أتمنى للجميع الصحة والعافية، حفظ الله عمان وحكومتها الرشيدة وكل من عليها. شاكرة تواصلكم أختي، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، آمين يا رب العالمين، شكرا لك.